القمة. نشير مشاهدينا ومستمعينا إلى اللقاءات الثنائية التي من المنتظر أن تعقد على هامش هذه القمة، والتي ستجمع الرئيس بايدن برئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وكذلك رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد. لقاءات ثنائية على هامش القمة التي ستنعقد ظهر هذا اليوم في مدينة جدة. سنتابع إياكم بكل تأكيد كل هذه اللقاءات وكل ما سينتج عن هذه القمة التي تلتئم ظهر هذا اليوم في مدينة جدة بعنوان الأمن والتنمية.